كمان بهذا الفيديو اكسرسايز 11 بيج 301 بيج 301 بالسمارت معطينا هو هذا التابل اللي نحن بدنا نكمله. قلنا اول شيء بنروح نهرب عند التوتال اللي بنعرفهم بنحطهم، شو ما فينا شيء نعرفه بنحطه. التوتال فريكوانسي مش معطيني اياه، التوتال برسنتج نحن بنعرفها 100، التوتال سنتر الانجل كمان بنعرفها هي 360، التوتال الانكريزنج كوميوليتيف فريكوانسي فيش إلا توتال. بس أول كوميوليتيف فريكوانسي هي شو؟ هي أول فريكوانسي. شو أول فريكوانسي هون؟ هيها 5 ماشي؟ وآخر كوميوليتيف فريكوانسي هي التوتال فريكوانسي اللي هي ان معناش إياها. كمان بعد في شغلة تانية لايكو مثلا هون الانكريز كيف بنكمل نحن؟ كيف بنعرف هايدي؟ مش أول فريكوانسي بتنزل هي ذاتها، برجع بقول 5 بلس A بتنزل 25 معناتها عرفنا الـ A مش هيك؟ بنقول نحن هون الانكريزنج كوميونيتي فريكوانسي للفاليو 2 هي 25 معناتها 5 بلس اي هي 25. بكتب له تحت انكريزنج كوميونيتي فريكوانسي للفاليو 2 هي 25 then 5 بلس اي هي 25 يعني اي ايكوال 25 ماينس 5 يعني اي ايكوال شو 20. فاذا هون عرفناها انه هي شو هيدي 20. طيب هلا اذا بدي اكمل 25 بلس بي بنحطها هون، بي بلس اي بنحطها هون، بنعرف فين مش رح فين نعرف منهم شيء. فاذا من هذا السطر عرفت ال5 ومن ورا ال5 عرفت ال20. هلا نشوف شو بعد فينا نشتغل لنطلع لفوق، نطلع لهذا التيبل الاول سطرين. في عندنا فريكوانسي وبرسنتج. الفريكوانسي والبرسنتج هن شو؟ هن بروبورشنال، يعني دغري بحط له هي على هي بتساوي هي على هي بيطلع. عرفت شو؟ 5 على ما نقول له نحن هون frequency and percentage are proportional، يعني بصير عندنا 5 على 12.5 equal 20 على شو بدنا نسميها لهيدي؟ هلا مثلا على frequency حطني على y مثلا cross multiplication بتطلع 5y equal 12.5 times 20 بيطلع 125 times 2 بيطلع 250 equivalent 4y equal 250 over 5 equal 250 over 5 بيطلع عنا 10 over 45. 250 over 5 بيطلع 50 هيدي 50. كمان بدنا نكمل فيني اعرف هيدي باي بروبورشن، تحط هي على هي بتساوي هي على هي. عرفت شو؟ او بيستعمل هيدي 20 على 50 ايكوال ان على 100، 20 على 50 ايكوال ان على 100 equivalent يلا cross multiplication 50 ان equal 20 times 100 2000 على n equal 2000 over 50 بتروح 0 مع 0 200 over 5 بيطلع 40. يعني هون ال n equal 40 طالما عرفت التوتال فريكوانسي، يعني عرفت اخر واحدة بالكوميولاتيف كمان هي 40 ماشي. طيب شو فينا نعرف بعد يا ابو الوسم؟ اها بهو السطر انا ما عادش في شيء فوق فينا نعرف هيدي فينش عارفها ولا فينش عارفها. في ننزل للسنترال انجل. السنترال انجل ها مثلا اذا بدكم والبرسنتج هو اثنين هن كمان بروبورشنال. نحن بنعرف ان البرسنتج للسنترال انجل بنضربها ب 3.6 بيوم بيطلعوا معنا اللي تحت، اذا قسمت ب 3.6 بيطلعوا اللي فوق. فاذا هلا هيدي اللي هون لازم اقسم 45 على 3.6. 45 divided 3.6 بيطلع معنا ال relative frequency اللي هون. نكتبها هون 45 divided 3.6 بيطلع 12.5 هيدي. كمان فيني كمل هون هاو دي ضربهم ب 3.6 50 times 3.6 بيطلع 180
و 12.5 كمان تايمز 3.6 بيطلع 45. بيبقى لي هايدي من هالسطر هايدي شو بتطلع 360 ناقص هولي هون ماشي. رح طلع تحت السنترال انجل للفاليو 4 نكتب هون السنترال انجل للفاليو 4 equal 360 minus the angles اللي طلعنا أول شيء 45 plus 180 plus 45 رح يطلع الجواب 90 هيدي هون 90 degrees. طيب كمان هيدي نفس القصة هيدي هي 100 ناقصها واللي هون أو إذا بدك تعمل 90 over 3.6 اللي بدكن إياه 90 لما عرفنا هاي اللي هون وعم طلع البرسنتج 90 divided 3.6 بيطلع جوابها 25 رح يطلع 90 divide 3.6 ايه 25 صار فيني اعرف هاللي هون بعمل proportion هاي على هاي بتساوي هاي على هاي بس بما انه هول عندهم نفس البرسنتج يعني اكيد عندهم نفس الفريكوانسي يعني بي equal 5 ماشي بيبقى لي هاي ال 25 لك كمان مهن proportion بتناسبهم مع بعض نطلع هاي دي 25 هي نص ال 50 معناتها اللي هون بدها تكون نص الـ A عرفت شو؟ 25 هي نص الـ 50 يعني هيدي بدها تكون هي نص الـ A كمان يعني هون يكون عندنا 10 المفروض يكون إذا جيتوا حسبتوهم رح يطلع عندنا نفس الطريقة نفس الـ R بيبقى عندنا هيدي هاي كيف تجي منين بنجيبها لهيدي هيدي هي عبارة عن 25 plus 5 بنحطها هون 25 plus 5 equal 30 وهي اللي هون هي 30 plus 10 equal 40 ماشي او اللي ما انتبهش لهول انه كيف جبناها بيجي بيعمل بروبورشن بيحط هي على هي بتساوي هي على هي كروس ملتيبيكيشن كمان هيدي على هيدي بيساوي هيدي على هيدي وبيعمل كروس ملتيبيكيشن بيطلع معه الرقم هذا كل شيء بالسؤال ويعطيكم الف عافيه.